معي محمود. اليوم سوف نقرأ الثعلب المبكر. في أحد الأيام كانت هناك غابة كبيرة وكان فيها أسد يخيف الحيوانات ويؤذيهم. فاجتمعت حيوانات الغابة وقررت التعاون معا والتصدية لبطش الأسد وإذائه، وخرجوا بخطة ذكية تقضي بحبسه في القفص. وبالفعل نجحت خطتهم الذكية فحبسوا الأسد وأصبحوا يعيشون في سعادة وأمان. وفي يوم ما مر أرنب صغير بجانب القفص الذي حبس فيه الأسد فقال الأسد للأرنب: أرجوك أيها الأرنب الصغير أن تساعدني على الخروج من هذا القفص. رد عليه الأرنب: كلا، لن أخرجك أبدا، فأنت تعذب الحيوانات وتأكلهم. قال الأسد: أعدك أنني لن أعود إلى هذه الأفعال، سأصبح صديقا لجميع الحيوانات ولن أؤذي أي منهم. صدق الأرنب الصغير الطيب كلمات الأسد ففتح له الباب القفص وساعده على الخروج. وبمجرد خروج الأسد وثب على الأرنب وأمسك به ثم قال: أنت فريستي الأولى لهذا اليوم. بدأ الأرنب بالصراخ والاستغاثة مذعورا، وكان هناك ثعلب ذكي قريبا منهم فسمع استغاثة الأرنب وهرع مسرعا كي يساعده. حين وصل ذهب إلى الأسد وتود إليه بكلام قائل: لقد سمعت أنك كنت محبوسا في هذا القفص، فهل ذلك حقيقي حقا؟ فقال الأسد: أجل، لقد حبستني الحيوانات فيه. رد الثعلب: ولكنني لا أصدق ذلك، فكيف الأسد كبير وعظيم مثلك أن يتسد داخل هذا القفص الصغير؟ يبدو أنك تكذب علي. رد الأسد: لست أكذب، سأثبت لك أنني كنت داخل هذا القفص. دخل الأسد القفص مرة أخرى كي يرى الثعلب أنه يتسد داخله، فاقترب الثعلب من باب القفص سريعا وأغلق بإحكام. حبس الأسد فيه مرة أخرى ثم قال الأرنب: إياك أن تصدق هذا الأسد مرة أخرى، مع السلامة.